بسم الله الرحمن الرحيم. طريق الخير أوله بر ونهايته فرحة. حالة النهاردة فيها معاني كتير، منها الوفاء والرضا والشكر. حالة النهاردة هي حالة الحاجة ديبة. الوحدة كانت سبب كبير لحزنها. واحدة ست عايشة في الدنيا بطولها، بتواجه كل حاجة لوحدها، الفقر، موت جوزها، عيشتها من غير ونس. كل ده ما كانش سبب عشان تكره حياتها، بالعكس هي حامدة وراضية. إنما هي قررت تعيش على ذكراها 19 سنة من غير أولاد ومن غير ما حد يكون جنبها. طبعا معاناة كبيرة، إنما اللي زودها أكتر إنها موحودة في الدنيا من غير حد. الفترة اللي فاتت دي ساعة ما جوزي مات حسيت بحاجات كتيرة قوي، بقيت وحدية وبقيت يعني عايشة الحمد لله، بقى عايشة الحمد لله، عايشة زي الناس اللي عايشين. أيوة كنت جوزي كان مات وأنا ما عنديش حاجة، وكنت ما كنت لسه صغيرة، ما عملتش أب، وكنت عايشة جنب الناس دي اللي هي بيتهم دينا. جوزي كان شغال أجر، يعني بيشتغل على جرار كده عند الناس اللي أنا قاعدة عندهم دول. ده كان زمان أول كان 20 جنيه 30 جنيه، كانش فيه. جوزي ميت بقاله 19 سنة وعايش لوحدي، معايا ربنا وأنت كلكم ولادي، إخواتي بيه الله يخليهم بقى، كل واحد في بيته، ربنا يرزقهم حنان عليهم. يعني في رمضان والله السنة ما حد عمل عندنا حاجة كويسة خالص، ما حد جاب لي حاجة. أنا عندي خصونة في رجلي وعندي الدوال وعندي التهابات مرهم، اهو بجيب وادهن رجلي واديني عايشة والحمد لله. أعمل ايه؟ مش عايزة ولا حاجة من الدنيا، اللي انتوا خلوني بس تعملوا لي البيت ده، وكنتوا جبتوا لي حاجة نظيفة انام عليها وخلاص. املي في الدنيا والحياة، مش عايزة غير كده، ربنا يبارك لكم. بس بسيط وبس ونظيف، وبيت نظيف وحمام. حاسة ان انا اللي راضية بحكم الله سبحان الله وتعالى، بصلي وأصوم الحمد لله، وقاعدة الحمد لله. اللي يرضي لي ربنا يرضاه، اللي يرضي لي ربنا يرضاه الحمد لله. الحاجة ديبة مش بس عايشة لوحدها، لا هي عايشة في مكان من غير سقف يحميها. خلوا بالكوا البرنامج ده مش بيصور ناس في عمارات ولا في بيوت، يعني ممكن في ناس تبقى عايشة صحيح في عمارات وفي بيوت ومساكين زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم. المسكين ده هو اللي ممكن يبقى عايش في بيت ومقفول عليه بابه ولابس كويس بس، يعني وعنده القليل بس مش مكفيه. دول المساكين. الفقراء هم اللي ما عندهمش ما يكفيهم. البرنامج ده مش معمول للمساكين، البرنامج ده معمول للناس اللي ما عندهاش حاجة خالص، اللي مش موجود عندهم اي حاجه، حتى سقف البيت مش موجود، حتى الاربع حيطان مش متشققين، يعني مش كاملين. فده برنامج اللي هيتفرج عليه هيعرف ان فلوسه هتروح لناس تقريبا معدمين، مفيش، ما عندهمش حاجه من مظاهر الحياه العاديه القليله. انت ممكن تكون بتتفرج عليا وبتقول على نفسك، بتوصف نفسك انك فقير. لما تشوف الناس دي هتكتشف انك مش فقير خالص، لا انت معاك، انت محمي، انت مستور، انت في عيله، انتوا بتطبخوا في بوتاجاز، انتوا يعني. الناس اللي بتقول ان هي فقيره اتفرجوا على البرنامج ده. ذات وغطى على الست ديبه المرض بقى اللي بيخليها مش قادره تشتغل او حتى تساعد نفسها. لو حصل لها حاجه وهي لوحدها بطولها كده في الطل كده في الحته اللي انتوا شايفينها، مش هتلاقي لحد يلحقها، لا زوج يعني يقول لها مالك، ولا اولاد يحنوا عليها ويرضوها. وبرغم كل معاناتها دي هي بتقول اي حاجه اللي يديهولي ربنا انا راضيه بيه. الانسان ممكن يتحمل الوجع والالم بس يبقى عنده امل في انه يعني العلاج جاي، انا هلاقي العلاج. ممكن يتحمل الفقر
لو راضي وواثق انه رزقه بايد ربنا سبحانه وتعالى وانه ربنا هيسبب له اسباب الرزق والمساعده. بس هل ممكن الانسان يعيش كل الالم وكل المعاناه وكل الاحتياج وهو وحيد خالص؟ الصعوبه هنا بقى ان كل ده مجتمع مع الوحده في قلب الست دي، قلب مكسور وضعيف ولا حول له ولا قوه. هو قلب الحاجة ديبة.